ايوا كما كتشاهدوا معنا واد اورير يلا وصل باقي كيزيد منظر خيالي. هادشي في المستوى فيضان السيول كل مكان في اكادير النواحي ديال اكادير صويره ايتام تمنال اححان هاد المناطق عرقوها الشتاء اكادير عرقها الشتاء ايتملل عرقها الشتاء انزكان عرقوها الشتاء اذا الخير موجود. ايوا بيزلاف حتى هو جا كيصور لكم هاد الواد ديال اورير وما كرهناش نصور لكم كل واد حيت واد صورنا اليوم وصورنا البارح وجينا نصوروا واد اورير وغدا ان شاء الله غادي نحاولوا نصوروا لكم ربما واد تغازوت ولا واد ام واد دار. المهم غادي نديروا المجهود ديالنا باش نشاركوا معكم اي حاجه جديده بحول الله. السلام عليكم اصدقائي فيديو جديد واليوم جديد جينا اخوتي الواد اورير هاد الواد ديال اورير جاب الفيضان فين جاب الفيضان من اتجاه هاد الجبوله حيت كاينين الويدان هنا وفي نفس الوقت دازت واحد العاصفه رعديه قويه خاص نواحي ديال اورير وهذا هو واد اورير غادي نشارك معكم هاد الواد اللي عليكم هو تبعوا هاد الفيديو من البدايه هنايا اشتركوا في القناه ديالي تفعيل الجرس وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كا كلشي يدير ابوني كلشي بارطاج اخوتي فرجه ممتعه مع السيول وهذا الفيضان خاص في المغرب اورير كما كتشوفوا معنا اخوتي واد اورير اش غادي نقول لكم واد سكوتي خطير خطير تماما شوف اخوتي شوف يا ربي السلامه واد ماشي سهل واد سكوتي ها شوف هذا هو واد اورير شوف تبارك الله شوف يا سلام يا سلام على الطبيعه اللي رائعه جدا هذه هي القنطره ديال اورير هي هذه كتدي صويره كتدي تغازوت كتدي ايتامر كتدي التمانار كتدي الاححان كتدي الامسوان كتدي اي بلاصه هاد الطريق ها هي هذه اذا القنطره هي هذه ديال اورير واد اورير هو هذا كما كتشوفوه تبارك الله تبارك الله بدا كيتزاد اخوتي حيت قبيله قبل ما جيت لهنا كان غير شويه ولكن دابا داز الشتاء وبدا الواد كيتزاد شوف باش نكون واضح هنا ماشي واد ساهل وكنت قبيله اخوتي غادي نزلق في واحد البلاصه هنا شويه ما زلقت حيت الطراب ديال هنا كتزلق واد اورير هو هذا كما كتشوفوه هذا كيدي الاورير عفوا كيدي للبحر وفي نفس الوقت كيجيب من هاد الجبوله اي شتاء نزلت في هاد الجبوله كيجيبها هاد الواد هاد الواد هو كبير واد كيوصل النيفو ديالو من هنا حتى لهنا ودابا باقي جاي في الطريق شوفوا يا ربي السلامه نتمنى الاعجاب ديالكم راكم عارفين كتنزل الشتاء هذا هو واد اورير شوفوا تبارك الله الشتاء بدات كتنزل غادي نمشي لبلاصتي تحت شجاري هنا باش نصور لكم فيديو يكون كما بغيتو نتوما ونحفظ على كاميرتي حيت الشتاء كاين يا ربي السلامه العاصفه جات اخوتي العاصفه رعديه جات شدات بزاف حدا الواد شوف اسمعوا اخوتي واد سكوتي عندكم هذه البلاصه كلها ساكت فيها الواد عندكم هذه البلاصه كيسكت فيها الواد وعندكم هذيك البلاصه فيها الجره والصوت ديالو كاين هذيك البلاصه هذيك البلاصه فاش كاين الصوت ديالو كما كتشوفوا تما فيه الصوت ديالو كما كتشوفوا الشتاء يا ربي السلامه يا ربي السلامه نتمنى كاميرتي ما تخسر ليا نتمنى كاميرتي ما تخسر ليا نتمنى نكون سليم من هذا الواد ونكون سليم من هذه العاصفه الرعديه ويلا جات اخوتي حيت كنت في الطوموبيل تما تسنيت حتى دازت هاهي جات عاوتاني من جديد نتمنى ان شاء الله يكون خير كما كتشوفوا بزاف راني تحت الشجره ولكن واخا كاين تحت الشجره كتنزل العاصفه مجهده ونتمنى الكاميرا ما تخليهاش امطار غزيره حيت العاصفه رعديه قويه وفي نفس الوقت الواد هنا سكوتي وهذا الواد يقدر ربع ساعه نص ساعه غادي يتزاد ويقدر يوصل حتى لهذ البلاصه على حسب ونتمنى ان شاء الله يكون خير ونتمنى ان شاء الله هاد الامطار غزيره اللي زوينه بزاف شحال هادي كننتظروا باش يجي الواد
باش نصوروه لكم. واد اورير وكاينين الويدان المزيد ديال الاوديه ديال تغازو تيمواد دار كاينين الاوديه في المستوى، ولكن غادي نحاولوا ان شاء الله غدا ولا بعد غدا ان شاء الله نكونوا في الموعد. العاصفه رعديه اخوتي، يا ربي السلامه يا ربي السلامه. اش هادشي اش هادشي؟ هولي 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 هولي، العاصفه مجهده اخوتي. انا ري كاميرتي الكاميرا ديالي غادي تخسر، كيفاش ندير؟ هولي كيفاش ندير؟ نغطيها بهكا؟ كيبان لكم الواد اخوتي؟ ها كيبان لكم الواد؟ عاصفه رعديه، انا ما عنديش مشكل الرغينه، انا ما عنديش مشكل. ها سمعوا الرعاد اخوتي، سمعوا الرعاد. يا ربي السلامه يا ربي السلامه. اوه يا ربي السلامه 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 السلامه. كما كتسمعوا الرعاد سمعوا بوم 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 بوم. العاصفه رعديه، واش كيبان لكم شي حاجه بعدا؟ نتمنى يبان لكم حيت راكم عارفين خفت على كاميرتي ما تخسر ليا، حيت راكم عارفين هادشي ديال الالكتروني كيتخليه الماء كيخسر، الواد كيتزاد حاليا، الواد كيتزاد اخوتي. الناس بعض الناس كيجيو يتفرجوا، بعض الناس ياخذوا الصور، ياخذوا بعض اللقطات ديال الستوري ديال الواد. الحذاري ثم حذاري من العاصفه رعديه. وهذا الواد السكوتي كما كتشوفوا، هذه البلاصه كلها سكوتي، يا ربي السلامه. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير. اوه حاليا هذه البلاصه راه فيه البنان، اورير فيه البنان كما كتشوفوا. نتمنى هذه العاصفه تدوز. نتمنى ان شاء الله يكون خير. شوف اخوتي، شوف ارغنت بالماء بالشتا. انا ما عنديش مشكل كما كتشوفوا، الواد من هذا الاتجاه الواد بدا كيتزاد اخوتي، الواد ما بقاش كيما كان. شفت الماء كيتزاد، شفت المساحه ديالو ولات كتكبر، الواد كيتزاد. ها واحد السيد، ها واحد السيد تما راكب حمار، هو الحمار راكب حمار غادي في الشتاء. نخليكم اخوتي تشوفوا معنا هذا المنظر اللي خيالي اللي عزيز عليكم تفرجوا فيه. نتمنى ان شاء الله البارطاج ديالكم. شوف اخوتي الواد هنا، شوف لو كان ماشي الشتاء اخوتي غادي نصور لكم الواد من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن الشتاء ما خلاتناش نركزوا على اللقطات اللي زوينه باش ندير لكم خدمه واعره. وكنعتذر لكم، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. المهم داكشي اللي قدرنا عليه راه درناه، ويكون خير ان شاء الله. واد هو هذا، شوف اخوتي، شوف القنطره، طاحت القنطره اخوتي. ها يا ربي السلامه 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 السلامه. ها الجره فين كاينه؟ ها هي الجره تما، فاش كاينه؟ شتي الجره تما فاش كاين الصوت ديال الواد؟ هنا السكوتي، هنا خطير. شوف هاد البلاصه اللي غارقه، هاد البلاصه غارقه تماما. الله يحضر السلامه، وكيجي واحد السرعه واعره، وهاد الفيضان كيمشي للبحر كما كتشوفوا. شوف السرعه ديالو، السلامه 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 السلامه. شوف السرعه ديالو، السلامه 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 يا ربي السلامه. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، بدا كيتزاد اخوتي. ايوا هاد الواد كيجيب الفيضان من الفوق من الجبوله، من بعد كيديهم للبحر، حيت البحر هنا قريب، البحر ديال اورير يموران، يموران كاين في هاد الاتجاه، والبحر كاين هنا، كيدي هاد السير كيمشيو للبحر. الشتا كتنزل في الجبوله في الارض، من بعد الواد كيديهم للبحر، كيقول لها الفيضان جبتو لي، عجبت لك الفيضان. البحر كيقول لها جيب ليها، مرحبا مرحبا، كلشي ديالي ما ضيع والو. باش نشرح لكم، راه دابا واد والبحر دابا كما قلنا امطار غزيره كتجي من السماء عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت البحر لو كان ماشي بحر ما غاديش تكون الشتاء. البحر كتجي هذيك ديال الضبابه كتطلع من البحر، من الجو ديال البحر، ومن بعد المهم ما ضيع والو، كتنزل هذيك الشتاء من بعد كترجع للبحر. السيول الله اعلم. شوف اخوتي شوف، يا ربي السلامه يا ربي السلامه،
السلامة 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 السلامة. بدا كيتزاد اخوتي، او بدا كيتزاد، شوف السرعة، شوف السرعة ديالو. السلامة 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 السلامة. استمروا معنا تكتشفوا المزيد.